السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا وكذلك مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وغنية من برنامجكم اليوم يا المتجدد ترحيب. مرحبا يا خالد ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. والبداية مع الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء الاثنين إلى معرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017 والذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك تحت شعار قطر نحو مستقبل ذكي. وزار سمو الأمير مدينة قطر الذكية التي تطرح برنامج قطر الذكية تسمو اللي يعنى بالتطور والتحول التكنولوجي للقطاعات الرئيسية في الدولة مثل المواصلات واللوجستية والبيئة والصحة والرياضة. كما اطلع سموه على آخر الحلول الذكية لهذه القطاعات وتعرف على مشاريع حكومة قطر الذكية ودشن سموه مشروع سديم وهو منصة لاستضافة الخدمات الحكومية إضافة إلى اطلاعه على العديد من الابتكارات والبرمجيات الجديدة والتي تعرض لأول مرة في معرض كيتكوم 2017. وقام سموه أيضا بزيارة أجنحة العديد من الشركات والجهات المشاركة واستمع إلى شرح حول أبرز البرامج والمبادرات التي يتبناها المعرض في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أنظمة حديثة ورقمية. إذن مشاهدينا الأعزاء تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض قطر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017. نعم وحضر الافتتاح دولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء بالمملكة المغربية الشقيقة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وضيوف البلاد. تفاصيل افتتاح في هذا التقرير التالي. بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انطلقت النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك تحت شعار قطر نحو مستقبل ذكي. إن تنمية الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية ويشجع دور القطاع الخاص ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال فضلاً عن إدارة الفاعلية للبيئة بهدف تأمين مستقبل أجيالنا القادمة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. ولا شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له دور محورياً وهاماً في تحقيق ذلك ويعزز الحلول الذكية في شتى القطاعات الاقتصادية. ويشار إلى أن معرض ومؤتمر كيتكوم هو أكبر فعالية رقمية في دولة قطر تربط التكنولوجيا الذكية بالخبرات الدولية وقادة ومبتكري الصناعة. ويتميز كيتكوم 2017 بتوفر منطقة قطر الذكية التي تقع في قلب الحدث والتي ستعرض الحلول والخدمات الذكية لخمسة قطاعات اقتصادية رئيسية تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وهي كل من المواصلات والبيئة والصحة والرياضة والقطاع اللوجستي. السيدات والسادة الحضور الكرام، لقد حققت دولة قطر إنجازات مهمة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة وذلك بدعم من شركائنا في القطاع الخاص، فاليوم لدينا أفضل البنى التحتية المتطورة والآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومع التوفر الكبير لشبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة ومراكز البيانات المتقدمة وخدمات الحوسبة السحابية، تحظى الشركات القطرية القائمة وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة
والناشئة بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير خدمات مبتكرة. ويشجع كيت كوم 2017 بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار وتعزيز دورهم لمساعدة قطر في بناء اقتصاد نشط قائم على المعرفة. الآن ننتقل إلى الحج. فاعتبارا من الأربعاء الماضي تبدأ إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عملية استقبال طلبات التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج هذا الموسم. وقد أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن عملية التسجيل سوف تستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري اللي هو شهر مارس. نعم، حول هذا الموضوع المهم يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد علي بن سلطان المسيفري مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا وسهلا بك أبو سلطان. الله يرحب بك. مرحبا وسهلا بك أبو سلطان. أبو سلطان، قبل طبعا ما ننتقل عن تفاصيل الاستقبال أو التسجيل وغيره، دوركم في إدارة شؤون الحج والعمرة الاستعدادات للموسم الجاري بإذن الله تعالى باستقبال الطلبات وغيرها وحتى تمكين الأماكن والحملات وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد، السنة بدينا بوقت كافي مبكر يعني في عملية التسجيل، وتم تجهيز البرنامج والتنسيق مع الفريق الآيت عندنا في الوزارة، وجهزنا البرنامج وأخذنا جميع الملاحظات اللي جاتنا العام الماضي وحلينا بعض الإشكاليات فيه، ولله الحمد يعني، وكان إقبال كبير بالنسبة حق المقبلين على الحج السنة هذه. إن شاء الله بإذن الله احنا متواصلين معاك أبو سلطان، لكن مشان الكرام بنطلع فاصل قصير وبعدها بنرجع وبنكمل حوارنا مع السيد علي بن سلطان المسيفري. خلكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء بعد هذا الفاصل، ونواصل حوارنا مع السيد علي بن سلطان المسيفري مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا بك أبو سلطان من جديد. تكلمنا قبل الفاصل عن استعدادات إدارة الحج والعمرة. السؤال الثاني اللي هو طبعا السؤال المهم، كيف يتم عملية تسجيل الحج هذا الموسم؟ يريت لو تشرح لنا وتشرح المشاهدين آلية التسجيل لموسم الحج هذه السنة. بالنسبة للبرنامج، برنامج يعني بسيط وسهل، ويتطلب بس من الشخص انه يدخل على البرنامج. اي واحد يقدر يدخل، حتى عن طريق الجوال يقدر يدخل على البرنامج، اصدق على الرابط يعني الرابط، اي الرابط، ويسجل بياناته الشخصية من رقم الجواز، من رقم البطاقة الشخصية والاسم، البيانات الشخصية، رقم الجوال، الايميل، البيانات الصحية، سبحان الله اللي عندها أمراض مزمنة، السكر، والهذا يوضحها لنا عشان نكون إحنا عندنا خبرة فكرة عن الموضوع هذا مستقبلا مع البعثة الطبية. والبرنامج بسيط وسهل، أي واحد يقدر يدخل عليه ويسجل فيه، يعني ما في أي صعوبة، ما في أي إشكاليات بالنسبة للبرنامج. نعم، هذا الرابط إن شاء الله إحنا بنحطه للمشاهدين بإذن الله عشان يقدرون يدخلون عليه. اللي بيسجل يدخل ويحط بياناته كاملة مثل ما ذكر أبو سلطان، وراح يتم الرد عليه. اللي ما يقدر يدخل على الرابط أو ما يعرف يدخل على الرابط، في الخط الساخن 132 لاتصال هذا الخط الساخن من الساعة 7 صباح. هذا الرابط الحين موجود، اللي بيدخل عليه عشان يسجل للحج، وزائد في عند الرابط رقم الخط الساخن 132، يجون يتصلون من الساعة 7 صباحا إلى الثانية صحيح ظهرا لأي استفسارات، أو اللي ما يعرف يسجل انتم تسجلونه ممكن. ممكن يتواصل معنا بالعكس اذا يحتاج الى اي مساعده. احنا نتكلم الحين عن انا بسجل، ما توجه الى الحمله، انا اسجل اول شيء عن طريق هذا الرابط. بعدها انتظر الرد او مسج من اداره الحج والعمره. بعد ما يجيني الرد بالموافقه اروح اتوجه الى الحمله لي عشان انا اسجل. صحيح. ايش الشروط اللي يجب ان توفر فيها في الشخص اثناء عمليه التسجيل؟ هو الشروط بالنسبه حق المواطنين أن يكون العمر ما يقل عن 18 سنة بالنسبة حق الحاج الأساسي، نعم، والمرافق ما يقل عن 16 سنة، نعم،
وبالنسبة للمقيمين يكون عنده إقامة ما تقل عن 3 سنوات في الدوحة وما يقل عمر الحاج أو المرافقة عن 18 سنة. بالنسبة للمقيمين يعني المقيمين. صار له 3 سنوات موجود نعم. في البلاد. أقل حاج يكون عنده 3 سنوات إقامة في الدوحة. وعمر الحاج والمرافق ما يقل عن 18 سنة. بالنسبة حق النساء اللي يقل عمرها عن 45 شرط لابد توفر معها محرم، لكن ما فوق 45 هذا متروك لها إذا كان عندها محرم ولا. ولم يسبق لها الحج خلال 5 سنوات السابقة. أنت تتكلم عن شروط القطريات. شروط المقيمين. المقيمين. مقيمين. نعم. الحريم. الحريم والرجال. إيه. وكذلك الجواز لابد أن يكون جواز إلكتروني. جواز إلكتروني. نعم بسلطان يعني آلية التسجيل أن ذكرتها أنها سهلة وبسيطة ممكن حتى منتج نشاهد الحين الرابط عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الحج والعمرة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتسجيل عبر هذا الرابط. هناك طبعا عدة خيارات أنا أذكر أني دخلت عليها أبو سلطان، في طبعا الحاج الإلكترية وحاج المقيم وأيضا حجاج سمو الأمير الله يحفظه ويرعاه. أبو سلطان آلية التسجيل ذكرناها، لكن الشروط في بعضهم الحين يمكن يكون عنده لبس في الموضوع. اللي مثلا عنده يبغى يسافر على حسابه الخاص طبعا مش على من ضمن حجاج سمو الأمير، الحاج اللي بيناوي يحج عن طريق حسابه الخاص، هل أول شيء يتوجه إلى الحملة مباشرة أو أنه أول شيء يبدأ بالتسجيل في الموقع الإلكتروني وبعدين يذهب إلى الحملة، وكيف يكون التواصل بينكم وبين الحاج اللي رايح على حسابه؟ نعم. بالنسبة للحجاج اللي بيروح على نفقة الخاصة هذا موجود في السيستم مكتوب حاج عادي، يختار الاختيار هذا ويسجل بياناته وما له داعي يروح للحملة من الآن. الحملة يروح لها بعد ما تجي الموافقة، بعد إن شاء الله في شهر 4 إذا فرزها تجي الموافقة ويروح يسجل مع الحملة. لكن في نقطة واجهتنا بعض الملاحظات الموسم الماضي، بعض الحجاج كان يسجل بياناته خطأ الرقم الشخصي، لأن بعضهم يستخدم الجوال صحيح. فالأزرار تبعت الجوال يعني تكون رقم غلط يفرط ولا رقم، فالأرقام تكون خطأ أرقام الشخصية. بعضهم العام الماضي يعني عدد كبير يعني يمكن اللي رفضناهم العام تجاوزوا 500 شخص. 500 شخص. نعم. بسبب هذه الأخطاء البسيطة. الأخطاء البسيطة. فأتمنى منهم إذا سجلوا على النظام يتأكدوا من البيانات قبل حفظها. بالنسبة للرقم الشخصي، بالنسبة حتى حق الجنسية، لأن واجهنا كثير منهم كان مخطئ في الجنسية. فعشان ما يفقد فرصته في الحج السنة هذه. نعم. إن شاء الله. يعني النقطة اللي وضحت لنا أن أي حد بيروح الحج على نفقته على نفقة سمو الأمير لازم يأخذ موافقة من إدارة الحج والعمرة ويسجل في هذا الرابط. ثاني شيء لازم يتأكد من كل بياناته أنها تكون صحيحة. ممكن أنت مطابق لكل الشروط ولكن بسبب خطأ في رقم أو حاجة يرفض الطلب، فمهم أنك تتأكد من جميع البيانات والأرقام. بسلطان تنتهي عمل التسجيل يوم 30 مارس. أنتوا ذكرتوا أن يعني في عملية فرز لطلبات التسجيل، شون تم عملية هذه الفرز واختيار المرشحين لأداء فريضة الحج؟ وبعد إن شاء الله 30 مارس راح يكون فيه فترة أسبوع للتأكيد على الطلبات من ناحية التشيك عليه، من ناحية البيانات صحة البيانات مع الأخوان جزاهم الله خير في الداخلية بالنسبة حق الأرقام الشخصية والإقامات وكذا. واللي يكون فيه خطأ وحاجة هذا بيرفض الطلبة. بعدها بيتم عملية الفرز، فيه اشتراطات معينة لعملية الفرز، بيكون الأولوية حق كبار السن وكذلك من لم يسبق له الحج قبل، وكذلك عدد مرات تقديمه للحج. بعضهم يقول لك أنا صار لي 5 سنوات أقدم الحج وما يكون لي نصيب. فهذه لها الأولوية في أن واحد جاء وقدم السنة أول مرة يقدم، فهذه نعم. كلها مأخوذة في الحسبان. نعم. يعني في واحد مثلا يروح الحج كل سنة مثلا، أنا أعطي واحد ثاني أولوية مثلا ما راح الحج من 5-6 سنوات صحيح. فهذا أمس السنة اللي طافت كان يعني في الحج، فهذا وهذا صار له 5 سنوات ما راح الحج، فله الأولوية يعني. نعم. مثل هذه الاعتبارات وكبار السن مثل صحيح كبار السن بعد. نعم. الله يوفقك. نعم أبو سلطان، يعني انتقل إلى الدور اللوجستي على لإدارة شؤون الحج والعمرة ودور أصحاب الحملات، تكلمنا عن طبيعة التعاون بينكم بين إدارة شؤون الحج والعمرة وأصحاب الحملات، خلاصة يعني بعثة الحج القطرية وأنتم في إدارة شؤون الحج. نعم. كل سنة نشهد تطور كبير وتعاون كبير صحيح. دوركم وتنسيق بينكم بين إدارة الحملات خاصة هذا الموسم كيف تكون؟ نعم. بالنسبة حق التعاون بيننا وبين الحملات والله الحمد يعني تعاون كبير، وهم جزاهم الله خير. بالعكس يعني أي حاجة فيها خدمة ومصلحة الحاج يعني ما يتوانون عنها. وتقريبا قبل 10 أيام كان لنا لقاء معهم، أول لقاء الموسم هذا مع أصحاب الحملات، وتم أخذ جميع الملاحظات اللي عندهم عن الموسم السابق ولا إيه الأفكار الجديدة حق الموسم الجاي.
وباستمرار في تنسيق وتعاون بيننا وبين اصحاب الحملات، وراح يكون في لقاءات ان شاء الله قادمه بيننا وبينهم ان شاء الله باذن الله. اكيد في بسلطان يعني اجراءات واستعدادات انتم تقومون فيها، مش بس ما نتكلم عن التسجيل فقط، انتم حتى تشرفون على مواقع الحجاج في 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 مكه. صحيح. ف ايش الخدمات اللي انتم تقدمونها لضمان ان تكون كافه الخدمات موجوده للحجاج القطريين هناك في السعوديه؟ بالمناسبه احنا قبل تقريبا يمكن 10 ايام كنا جايين من مكه، كان عندنا اجتماع سنوي مقرر مع المسؤولين في وزاره الحج بالمملكه العربيه السعوديه، وتناقشنا معاهم بالملاحظات اللي حصلت العام الماضي ومعالجتها والامور هذه، وتم توقيع اتفاقية مع مؤسسة جنوب آسيا اللي هي تكون ماسكة المخيمات المشاعر، وتم التنسيق معاهم للترتيب حق المشاعر بالنسبة للمخيمات والمرادي، خصوصا أن الحج السنة هذه راح يدخل في فصل الصيف. فإن شاء الله راح يكون من الحاجات اللي رتبناها معاهم واستعدينا فيها إن شاء الله راح يكون استبدال جميع المكيفات الموجودة في المخيمات، وكلها راح تكون سبلت، ما راح تكون الفري ستاند، لان هذه الفري ستاند تكون داخل خيمه اللي هو الصحراوي. الصحراوي اي هذه تكون في الخيمه العاده، يحطونها في الخيام وتاخذ مساحه من الحجاج ويكون صوتها مزعج، لكن السنه هذه ان شاء الله رتبنا معاهم راح يكون كلها المكيفات سبلت وراح تتبدل كلها مكيفات جديده باذن الله. ونقطه ثانيه اللي هي بالنسبه حق تم الترتيب معاهم ان شاء الله راح يكون فيه مولدات كهرباء اضافيه تحسبا لاي ظرف طارئ يحدث انقطاع او غيره انقطاع، لان فصل الصيف داخل في الحج، الحج داخل في فصل الصيف، واحتمال يعني ان ينقطع الكهرباء في اي وقت يعني خاصه في منى وعرفه يعني. صحيح. نعم. فهذه ان شاء الله احنا مرتبينها معاهم، وجزاهم الله خير يعني الاخوان في المملكه سواء كان في وزاره الحج السعوديه ولا حتى في المؤسسه مبدين تعاون كبير معنا بخصوص دائما يعني المملكه العربيه السعوديه تسهل دخول الحجاج بجميع طوائفهم. ابو سلطان انتقل طبعا الى جانب الاسعار، دائما كل ما هو حاج يعني الاسعار في تفاوت ما بين مثلا النزول والطلوع، وصارت على قولتك قبل الهواء نقول لك قلت انت العرض والطلب يعني موجود. تكلم شوي انت ودوركم انتم في اداره شؤون الحج والعمره، يعني السيطره على مثل هذه الاسعار وتقنينها او تكون في حد المعقول؟ والله شوف بالنسبه حق الاسعار هي متروكه للعرض والطلب، وكل حمله تقدم خدماتها وتحط سعرها، هم اللي يحددون الاسعار بالنسبه حق الحملات، والاسعار يعني تتراوح بين ال20 يعني ونطالع تجاوز يمكن توصل الأربعين أو عدت الأربعين، فالأسعار يعني الكل يشكي منها، الحجاج يتدمرون مسألة أسعارها، لكن هي متروكة العرض والطلب، وكل حملة تقدم خدماتها وكل حملة تقدر تكلفتها بالنسبة حق الخدمات اللي تقدمها للحاج، وكل حاج يعني مخير في مسألة اختيار الحملة اللي تناسبه بالنسبة للسعر. طيب ما يعني ما في سيطرة يعني واضحة من إدارة شؤون الحج والعمرة أو إنه يكون يعني بالسعر المعقول يعني؟ خاصة إنه خلاص ما عاد في يعني سالفة الفئات الألف وباء وجيم هذه تقريبا ألغيت. نعم هاي الفئات ألغيت من كم سنة، وكلهم الآن جو وبر يعني الحملات كلها عندنا الآن مصنفة جو وبر. نعم. نعم. بسلطان لو تكلم عن دور إدارة شؤون الحج والعمرة أثناء الحج، شنو يكون دوركم هناك في الإشراف على الحجاج والحملات، وأيضا هل يعني الحاج اذا صارت له مشكله او حاجه تجاوزت اداره الحمله اللي هو مسافر معها، هل ممكن يتوجه لكم؟ ايش دوركم انتم اثناء هو بالنسبه لاداره الحج والعمره يعني قبل الذهاب لمكه خلاص فيه يطلع تشكيل من سعاده الوزير وزير الاوقاف بتشكيل البعثه الرسميه للحج، وهي تكون موجوده هناك مكتب شؤون الحجاج قطر في المملكه، وهي اللي تكون تقوم بعملية الترتيب والتجهيز وحل أي إشكاليات تواجه سواء كان أصحاب الحملات ولا حتى الحجاج. فهي مكملة لإدارة الحج. إدارة الحج دورها يكون داخل الدولة في الدولة هنا، والبعثة هي دورها هناك في وقت الموسم موسم الحج يعني. نعم أنا أذكر لما كنا في الحج كانوا يجون منهم ناس يعني لجان مشرفة وأوراق ويقيمون كل حملة ويسألون الحجاج ويسألون أن هي البعثة تتكون من عدة لجان، في لجنة الرقابة وفي لجنة المشاعر وفي لجنة الخدمات وفي لجنة الطبية، فلجنة الرقابة دورها
تزور الحملات وتزور الحجاج وتاخذ اراءهم تاخذ الملاحظات اللي عندهم الشكاوي ان حصلت بعض الشكاوي تحصل ولا حاجه يتم دراستها وحلها في حينها. الله يوفقك. نعم الله يوفقكم يا ابو سلطان. ابو سلطان كلمه اخيره تحب توجهها؟ خلاص يعني احنا الحين تقريبا في يوم 7 مارس تقريبا باقي 23 يوم على نهاية التسجيل. نعم. تحب توجهها جميع المشاهدين واللي ناويين بإذن الله يحجون هذه السنة. جزاك الله خير. بالعكس أنا ودي أشكر سمو حضرة صاحب سمو الأمير بلال فدة ونائب سمو الأمير ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء على متابعتهم المستمرة للحجاج والحملات وموضوع الحج وكذلك توجيههم المستمر بحل جميع الصعوب أو المشاكل اللي قد تواجه سواء كان الحملات ولا الحجاج في مكة أو حتى في الداخل هنا إن شاء الله. كل مشكور يا أبو سلطان. نشكر السيد علي أبو سلطان المسيفري مدير إدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونذكركم مشاهدينا الكرام بالخط الساخن لإدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 132 من 3 أرقام 132 متواجدين للرد على استفساراتكم وآرائكم وحتى تواصلكم معهم من خلال هذا الرقم. ونشوف من الساعة 7 صباح إلى الساعة 2 الظهر ونشوف أيضا الرابط تسجيل الموقع الإلكتروني للحج .gov.qa للراغبين في التسجيل. باقي إن شاء الله 23 يوم بإذن الله تعالى على نهاية تسجيل الحج هذا الموسم يا خالد. الله يوفقهم ان شاء الله ويسهل عليهم وشكرا يا ابو سلطان ما قصرت. جزاكم الله خير. الله يسلمك. شهد الكرام نطلع فاصل قصير بعده بنواصل ما تبقى من فقرات ترحيب خلكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء بعد هذا الفاصل والى مؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 حيث يشارك مركز التكنولوجيا المساعده مدى كشريك رسمي للنفاذ في مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017. نعم وتاتي هذه المشاركه في اطار سعي المركز لتمكين ذوي الاعاقه من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتشجيع على تطوير حلول التكنولوجيا المساعده وزيادة الوعي حول أهميتها. والحديث أكثر عن هذه المشاركة ومشاركة مدى في كيتكوم 2017 وأهميتها نستضيف معنا في الاستديو السيد محمد فهيدة مسؤول الاتصال والتسويق في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى. مرحبا بك يا أبو شفيع عبر شاشة قناة الرياض في استديو تراحيب. نورتنا يا أبو شفيع. الله يرحبك حيك كل استديو منور بهذا ونرحب بعد بالمتابعين. يا مرحبا وغلا. محمد في البداية قبل ما نتكلم عن مشاركتكم في كيتكوم 2017 لو تعطينا نبذة أو تعطي المشاهدين نبذة عن مركز مدى والدور اللي يقوم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز مدى طبعا هو مؤسسة غير ربحية تعمل تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات. هذه المؤسسة تهدف إلى أنها تخلي الأشخاص ذوي الإعاقة متصلين بعالم التكنولوجيا والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق دعمهم بالتكنولوجيا المساعدة. نعم أبو شفيع يعني مدى شريك رسمي للنافذة أو للنفاذ في مؤتمر كيتكوم 2017 يعني دوركم في تأمين القدرة على النفاذ لزوار المعرض خاصة لذوي الإعاقة. شوف يا طويل العمر احنا طبعا تتلخص شراكتنا مع كيتكوم في ثلاث نقاط أو أقدر أقول نقطتين. النقطة الأولى الموقع الإلكتروني اللي هو عشان الناس تسجل للمؤتمر. حاولنا وهم ما قصروا تعاونوا معنا وحنا تعاوننا مع بعض أن نخلي هذا الموقع قابل للاستخدام. طبعا النفاذ الرقمي معناها أن الموقع يكون قابل للوصول من كل شرائح المجتمع. يعني أحيانا أنت يا أخوي عبد الرحمن وليه من أخوي خالد وباقي المشاهدين مثلا تدخل موقع أحيانا تحصل كلام مثلا للمزيد اضغط هنا ولا اضغط يعني في كلام ما يكون مفهوم. فما بالك اذا كان الشخص مثلا ذوي الاعاقه مثلا سواء اعاقه بصريه يعني مثلا انا حين استخدم قارئ شاشه مثلا لما استخدم المواقع. فحنا نخلي الموقع هذا قابل للاستخدام لكل شرائح المجتمع. وفعلا هذا كان اول شيء سويناه واصبحت الناس تقدر تسجل في الموقع. الشيء الثاني المكان نفسه
الحمد لله رب العالمين. المكان اللي هو الكيو ان سي سي او مركز قطر المؤتمرات مكان قابل للوصول، يعني ممكن الشخص اللي عنده اعاقه حركيه او شيء ينزل من سيارته ويوصل لقاعات المؤتمر باستقلاليه، يعني من غير اي عوائق ثانيه. صار في تسهيل يعني خاصه لزوار المعرض من ذوي الاعاقه. اي نعم بالضبط. فيمكن هذه اهم نقطتين. وكذلك احنا يعني في جناح في المركز حاطين طرق كيف ان الناس تستفيد منها وتخلي مواقعها قابله للنفاذ. نعم ابو شفيع، يعني المعرض يشارك مدى يشارك المؤتمر من خلال عرض برنامج الابتكار الخاص، وهذا البرنامج يعني يهدف الى تطوير قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات المساعده في قطر. لو تحدثنا عن هذا البرنامج والهدف منه. برنامج الابتكار هو خطوه جديده من مركز قطر التكنولوجيا المساعده مركز مدى. احنا طبعا مثل ما قلت لك نجيب التكنولوجيا المساعده ونعطيها الاشخاص ذوي الاعاقه، لكن وتحقيقا لرؤيه قطر 2030 ان احنا نكون مش فقط ان احنا يعني نستورد التكنولوجيا، لازم نركز على اللي احنا نبتكر حلول، احنا نصير في المستقبل ان شاء الله احنا نورد حلول تكنولوجيه. فهذا البرنامج هو خطوه لان احنا نشجع الناس انهم يبتكرون حل تقني للاشخاص ذوي الاعاقه. مثلا مثلا تفكر في تطبيق مثلا يقرا الفلوس للاشخاص المكفوفين، يعني مثلا انا لما افتح الجوال امر الفلوس قدام الكاميرا والتطبيق هذا يقول لي هذه كم ريال، 5 10 اللي هي. فحنا نشجعهم على انهم يبتكرون حل سواء كان برنامج او جهاز وندعمهم الى ان يصير حلهم هذا موجود على ارض الواقع. خطوه مهمه يعني ابو محسن، نشوف نشاهد مثل هذه التكنولوجيا تطورونها انتم في مركز مدى وتساعدون حتى ذوي الاعاقه على تطبيقها وحتى معرفه كيف الوصول اليها وكيف اليه العمل بها. ابو شفيع نعم، هو الشخص العادي مثلا اي حد مثلا من المشاهدين جت في باله فكره، مثلا فكره التطبيق هذا اللي انا قلتها مثلا، يروح يقدم يقول انه عنده هذه الفكره ويشرح لنا كيف هو ناوي يطبقها، ايش تصوره، وبعد التقييم عاد يتم مباشره الدعم له. كيف يتم التواصل معكم يا ابو شفيع؟ يعني واحد مثلا عنده فكره معينه يبغى يطرح برنامج معين تطبيق معين. في طبعا الموقع الالكتروني موقعنا اللي هو meda.org.qa. اذا حد دخل هذا الموقع في رابط اسمه برنامج الابتكار. ممكن تعطينا بس الرابط بالسبلنج؟ اي اللي هو meda.org.qa. qa بالضبط. ان شاء الله نشوف منتجنا العزيز يحط الرابط www.meda.org.qa. اي نعم بالضبط. نعم. هذا الرابط اذا دخل الشخص على الموقع يحصل رابط اسمه برنامج الابتكار او بالانجليزي الانوفيشن بروجرام. هناك طبعا يحصل كل التفاصيل، ايش انواع المنح اللي نقدمها والتفاصيل وكيف يقدم، كل هاي الامور موجوده يعني. نعم. يمكن برنامج الابتكار جزء من منافسات ابو شفيع اللي هي منافسات كود كامب، لو نتكلم عن هذه المنافسات وشلون يمكن الاستفاده منها لتحقيق اهدافكم اللي انتم تبون توصلون لها. كود كامب مثل ما تعرف او المخيم البرمجه هو تقريبا هو منافسات كيف ان رياده الاعمال في مجال التكنولوجيا. فمن ضمن هذا فبرنامج الابتكار يعتبر ايضا من رياده الاعمال ونوع جديد من رياده الاعمال طبعا. ان كيف انت تنتج حلول للاشخاص ذوي الاعاقه ايا كانت الاعاقه اللي عندهم انهم يصلون ل او يعني يعيشون في النهايه عيش مستقل. وطبعا مثل ارجع واقول احنا هدفنا في النهايه التكنولوجي مش اي امور ثانيه. في ناس تتوقع ان مركز مدى يعني مثلا مؤسسه خيريه ولا هو جمعيه، لا احنا التكنولوجي بحت وعندنا ايضا بعض الاستشارات او نقدم بعض الخدمات الاستشاريه للشركات الاخرى. نعم ابو شفيع قبل ما اقطع كلامك مشاهدي الاعزاء نشاهد الحين الرابط اسفل الشاشه www.meda.org.qa. مثل ما ذكر ابو شفيع اي ابتكار او حتى البروجرام او البرامج الاخرى اللي يطلقها مركز مدى موجوده في هذا الموقع. اسمح لي ابو شفيع بس قطعت عليك. لا على قولتهم حبل الافكار اللي كنت تسترسل فيه. تكلمنا عن المنافسات اللي هو الكود كام. اي نعم، فمن ضمن المنافسات في اللي هو برنامج الابتكار اطلقناه بشكل او يعني قدمناه بشكل جيد في الكود كام، اللي هو ان الناس تتقدم بفكره، تتقدم بالافكار اللي عندها او الابتكارات اللي عندها، ويتم طبعا يتقدمون كفرق، يتقدمون كاشخاص، وبعدين في النهايه تتاهل هذه الفرق والفكره اللي تفوز
تحصل عاد على الدعم والمنح. نعم. أنت لكم دور كبير أبو شفيع في الوعي ونشر الوعي بأهمية تطوير التكنولوجيا المساعدة. لو نتكلم عن كيتكم 2017 شلون تساهم في هذا أو في نشر الوعي بالتكنولوجيا بأهمية التكنولوجيا؟ إحنا الله يسلمك مشاركتنا أصلاً في المعرض هي ثلاث جوانب. مثل ما ذكر أخي عبد الرحمن في بداية تقديمه لي يعني. الجانب الأول اللي هو إحنا نركز أول شيء على الترويج بمفهوم التكنولوجيا المساعدة. ممكن أي حد يسمعنا الحين يقول إيش يعني تكنولوجيا مساعدة؟ التكنولوجيا المساعدة هي التكنولوجيا اللي تساعد الشخص ذوي الإعاقة على استخدام التكنولوجيا العادية. يعني مثلاً يعني أنا مثلاً وأعوذ بالله من كلمة أنا لما أستخدم الجوال عندي برنامج ناطق، هذا البرنامج يخليني أستخدم الجوال سواء نفتح أستخدم الواتساب السناب التويتر أي شيء بشكل مستقل. هذا البرنامج الآن يعتبر هو تكنولوجيا مساعدة لأنه وصلني للتكنولوجيا الحقيقية. فهذه اللي إحنا نقدم، إحنا قاعدين نروي الناس إيش يعني تكنولوجيا مساعدة. نرويهم أجهزة برامج، بعضهم أحياناً مثلاً اليوم جونا ناس في البوث كانوا حابين يجربون، خليناهم يجربون وكذا وكان شيء ممتع بالنسبة لهم. الجانب الثاني اللي هو جانب النفاذ الرقمي اللي هو مثل ما اتفقنا وقلنا إن هذا عبارة عن قابلية الوصول للمواقع. نقدم تلميحات ونقدم سياسات والحمد لله يعني في مواقع حكومية كثيرة تعاونت معنا وسكور قطر في عالم قابلية النفاذ الحمد لله رب العالمين 83% ونطمح في نهاية السنة نخليه 90% كل المواقع تكون متوافقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة إن شاء الله. والشق الثالث والجانب الثالث اللي هو إنشاء حلول عربية للتكنولوجيا المساعدة. إحنا كل التكنولوجيا اللي عندنا مع الأسف أجنبية أو مستوردة ناقصها تعريب يعني. نعم تحتاج تعريب. إحنا لا إحنا ما نبغى نعرب، نبغي الشخص هو نفسه يخترع تكنولوجيا عربية ويبتكر شيء جديد يبتكر عشان إن شاء الله هذا بعد فخر لنا ولبلدنا في النهاية. صحيح. نقول لما نقول هذا الجهاز أو هذا البرنامج اللي يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي حتى جاي من قطر هذه يعني شيء حلو بالنسبة لنا. وأيضا يعني هذا دور مثلا الناس المشاركين أو اللي عندهم أفكار أو برامج معينة إنه يحطها أو يكتبها من خلال الموقع أبو شفيع صحيح؟ نعم بالضبط أكيد. نعم أبو شفيع يعني قبل ما نختم معك يعني دوركم إن شاء الله في المستقبل بإذن الله في تحقيق مركز كمركز مدى للمساعدة التكنولوجيا المساعدة من خلال الموقع اللي ذكرته ما شاء الله عندكم خبرة واسعة في تقديم أو تذليل الصعوبات أمام ذوي الإعاقة. الله يسلمك. شوف يا طويل العمر إحنا باختصر عليك دائما إحنا في المركز نركز على ثلاث محاور. أول محور اللي هو محور التعليم، ثاني محور التوظيف، ثالث محور المجتمع. محور التعليم طبعا إن إحنا نقدم التكنولوجيا المساعدة والبرامج لأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا الإعاقة مش معناها بصرية أو حركية لا، حتى اللي عندهم صعوبات تعلم وعسر في القراءة نعطيهم بعض البرامج السوفت وير اللي تساعدهم في اجتياز الصعوبات وكذلك نوعي المدارس والمدرسين. الجانب الثاني الجانب التوظيف إن حنا نوصل للشخص في مكانه في الوظيفة وندربه ونأهله ونعطيه البرامج والتكنولوجيا المساعدة اللي هو يحتاجها بحيث إنه في مجال عمله يستطيع أنه يعمل. يعني إحنا حنا في مثال صراحة بذكر لك إياه وإن شاء الله أني ما أطول اللي هو إحنا حتى بعض الإعاقات في ناس عندهم إعاقة حركية شديدة ما يحرك إلا العين فقط. هذولا حتى هذولا إحنا قدمنا لهم حل اللي هو عندنا في جهاز يربط مع أجهزة المنزل يربط مع الكمبيوتر ويعمل فقط بحركة العين. يعني الشخص بحركة عينه يقدر يشغل المكيفات الليتات يستخدم الكمبيوتر لأن الجهاز هذا فيه مستشعرات تحول حركة العين إلى أوامر. الجانب الثالث والأخير اللي هو جانب المجتمع أن نحاول نأمن للناس الوسائل المناسبة لتحقيق أقصى مستوى من العيش المستقل. نعم. عسى الله يوفقكم إن شاء الله. وإحنا نشكرك محمد يمكن الوقت داركنا ولكن بإذن الله نتواصل معك في لقاءات أخرى. السيد محمد الفايدة مسؤول اتصال وتسويق في مركز التكنولوجيا المساعدة
مدى. شكرا لك والله يوفقكم ان شاء الله. ما يضل وجهك يا ابو شفيع، ومشاركه مثمره ان شاء الله في معرض كيدكوم 2017. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، في حدث اخر انطلقت فعاليات الاسبوع الخليجي 12 لحمايه المستهلك التي تنظمها في كتارة وزاره الاقتصاد والتجاره تحت شعار نحو تسوق الكتروني امن للمستهلك. تفاصيل اكثر في هذا التقرير. اليوم طبعا راح نتكلم عن الأسبوع الخليجي 12، طبعا اختير له شعار نحو تسوق إلكتروني آمن. طبعا بدأت فكرة الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك سنة 2005، وطبعا كل سنة احنا ناخذ شعار معين ويتم التوعية من خلال هذا الشعار، توعية المستهلكين وتوعية كافة الجمهور. طبعا احنا نهدف من الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك أولا توحيد جهود جميع دول الخليج العربي، وبالتالي أيضا نهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع سواء كان من أطفال إلى كبار، وجميع الفئات حتى كبار السن احنا نهدف إلى توعيتهم. فطبعا لو جينا احنا نتكلم اليوم، عندنا 6 بوثات في الفعاليات، 3 بوثات تتكلم عن خدمات ما بعد البيع، وخاصة توجهنا للمركبات لأن المركبات اليوم لها شريحة كبيرة من المستهلكين. احنا اللي لمسناه من خلال المستهلكين أو الشكاوى اللي ترد للإدارة أن المستهلكين عندهم نقص في معلومات كيفية صيانة السيارة، فبالتالي احنا جبنا أكبر شركات في دولة قطر لعرض كيفية صيانة المركبة، كيفية المحافظة على المركبة، لأن نعرف أن المركبة اليوم صار سعرها سعر غالي، فبالتالي من الأهمية أن يكون عندك الأدوات والتولز كامل لصيانة هذه المركبة. الفعالية الثانية طبعا احنا حاولنا ان يكون تنوع في الاسبوع الخليجي، فطبعا الفعالية الثانية كانت هي عن السلع المقلدة اللي تم ضبطها في الاسواق من خلال الحملات التفتيشية، وكيفية توعية المستهلكين ان خلال الشراء يتأكد من ان هذه السلعة هل هي سلعة مقلدة او سلعة اصلية. البوث الثالث اللي طبعا اخترناه للطفل عبارة عن بقالة، وعرضنا فيها منتجات مختلفة، لكن منتجات نفس الصفة لكن مختلفة البراندات، فبالتالي يدخل الطفل يتعلم كيفية الشراء من خلال هذا البوث، وكيفية مراجعة الفاتورة حتى يتأكد أن الفاتورة هذه مطابقة للمشتريات أو غير مطابقة للمشتريات. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى البيئة البرية وبالتحديد إلى الفقع يا أبو محسن، واللي يعتبر من أهم النباتات الصحراوية حيث تعيش قطر حاليا موسم البحث عنه. تقرير أعدته قناة الريان الفضائية عن أول محمية في قطر لاستنبات الفقع. هذا هو موسم البحث عن الفقع، وهو أحد أهم النباتات البرية التي يخرج المواطنون للبحث عنها في الأجواء الربيعية. الموسم الحالي يعد غنيا بالفقع نظرا لكثرة هطول أمطار الخير في موعدها على بر قطر بحمد الله، ما ساعد على اكتساء الأرض باللون الأخضر فيما حمل باطنها نباتات الفقع. مزرعة المهندس خميس محمد السليطي تعد أول محمية في قطر لاستنبات الفقع في تجربة فريدة، إذ تقام بمبادرة شخصية وبشكل طبيعي. مزرعة الخميس عمرها 33 سنة، بدأت كمزرعة خضروات وتربية دواجن وحيوانات، وفي عام 1997 بدأ المهندس خميس بن محمد السليطي في تنفيذ فكرة إنشاء مفاقع
فأنشأ أول مفقع اللي هو مفقع شرق واحد. التجربة كانت ناجحة بدرجة كبيرة، شال الحصى اللي في الأرض، جاب لها رمل، جمع بذور من جميع أنحاء المفاقع في قطر، نثرها، سقاها. السقي كان على أساس أنه لازم سقي بمياه الأمطار، فأنشأ مصائد لحصاد الأمطار تقوم على إقامة الأسطح المائلة، تجمع الأمطار والمياه الأمطار وحتى الرطوبة العالية تجمعها في برك وخزانات. لا تكمن أهمية تلك المزرعة في إنتاج الخضروات والمحاصيل المحلية فحسب، بل إنها تمثل مركزاً مشابهاً لمراكز البحوث البيئية، يعنى في المقام الأول بالمحافظة على النباتات البرية من خلال إعادة استنباتها لحمايتها من الاندثار. أيضاً عندنا قسم كامل للنباتات البرية واستزراعها والحفاظ عليها من الانقراض، والحمد لله قمنا بعدة تجارب في هذا الموضوع وكلها ناجحة الحمد لله. المزرعة استطاعت أن تحصد ثمار سنوات من الجهد والصبر، وتوسعت في مساحة الأرض المخصصة للاستنبات بشكل سنوي، حتى أصبحت اليوم تزيد على 10,000 متر مربع من مساحة المزرعة التي تبلغ مساحتها نحو 217,000 متر مربع، فيما يبلغ إنتاج المحمية من الفقع الزبيدي نحو 30 كيلوغرام. صراحة كانت فكرة مميزة مشاهدينا الأعزاء عن استنبات الفقع اللي دائما ما يحبونه كل الناس ينتظرونه في قطار. صراحة صدمني خالد قبل الهواء أنه يقول أنه ما يحب الفقع. أول شخص والله ما أحب الفقع أنا. الله يعطيك العافية مشاهدينا الأعزاء، وصلنا معكم إلى نهاية برنامج تراحيب، نشوفكم إن شاء الله القابلة بإذن الله تعالى في أمان الله. تمسنا على خير.